راه دي وحده راه هي هبط 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 زيد لحدها لحدها لا لا اللي هي هذه شوف شوف احمد صافي معليش يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد فهذه الحلقة غتكون شيئا ما خاصة والخصوصية ديالها كيجي من طاقم ديال التصوير جالس ما بيا معليا كنوجدوا في حلقات أخرى لكن ارتأوا بأنه بحكم أنني جالس قدام هذه الشجرة ديال الليمون ديال البرتقال شوية قال لي واحد فيهم سي عبد الرحمن قال لك أودي قول لنا شنو هي الفوائد ديال البرتقال وما كنا صورنا واحد الحلقة وطلبت منا شوية ديال المجهود قلنا بلاتي ونأكلوا بعد هذه الليمونة وعاد ديك ساعة نشوفوا شنو هي الفوائد ديالها الحمد لله المنطقة ديال الغرب معروفة بالإنتاج ديال الإنتاج ديال يعني البرتقال وحنا في واحد المنطقة في إلا كيعرفوها المغاربة ديالنا المنطقة ديال المناصرة وفي الضيعة ديال السي عبد الله حنا اليوم متواجدين في الضيعة ديالو وفي هذه الضيعة اللي فيها كلها برتقال وكنا كل البرتقال ما كنعرفوش القيمة ديالو الآن جات الفرصة في أننا نجبدوا البرتقال ونحاولوا نتكلموا على ما هي الفوائد والأشياء اللي ممكن أنه يلعبها في جسم الإنسان فبمجرد ما كتقول أنا كناكل البرتقال بمجرد ما كيدخل لك المعدة ديالك وكان على معدة خاوية أول حاجة كيقوم بها هو كيعطينا واحد المجموعة ديال الأحماض يعني ليزاسيد فابل واحد النوع ديال الأحماض اللي لما كتدخل الدورة الدموية كتمشي إلى غاية ما يسمى بليفين أو الأوردة وهذوك الليفين هما اللي كيكونوا كيشكلوا في الجسم ديال الإنسان القنوات ديال الصرف الصحي هذوك القنوات كل ما كانوا نقيين كل ما الصحة ديال الإنسان غتكون ممتازة وكل ما كانوا يعني مختنقين أو لا كيقولوا كونجستيوني في الوقت اللي كيكونوا كونجستيوني أو لا مختنقين ممكن أنه يديروا لي مشاكل في الصحه ديالي فليزاسيد اورغانيك فابل وهذا ليزاسيد فابل اللي كاين عندنا في البرتقال كيلعبوا دور ديال انهم كيخويو لنا القنوات ديال الصفر الصحي ولا تخويو القنوات بمعنى ان المآل ديالهم يا اما كيخرجوا مع البول يا اما كيخرجوا مع المصرى الغليظ يا اما كيساعدوا على الرمي ديالهم عبر الباب الثالث اللي هو الجلد او لا عبر التنفس إذن ليزاسيد اورغانيك اللي كاين في البرتقال مهمين جدا وسبحان الله جابهم ربي في هذه الوقيته هذه باش انه داك الماكله الثقيله ديالنا اللي فيها البيصاره وفيها الفول وفيها العدس وفيها الحمص وفيها اللي كتكون شيئا ما ثقيله بعض المرات يعني الاخراج ديالها عبر الاورده كيكون شيئا ما ثقيل فجاب كذلك في هذه الوقيته وخاصه جاب الحامض وجابنا كذلك البرتقال لما لهم من فائده في انهم كيسرعوا في العمليه ديال اخراج أو لتنقية القنوات ديال الصرف الصحي اللي كاين عندنا في الدات ديالنا فهذه فائدة كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي لما كتكون القنوات كتصرف حتى دوك الأماكن اللي كيتسموا لي روغار أو لي غلوند لينفاتيك كيوليو نقيين ولما كيتنقاو هذا يخرج منهم واحد المجموعة ديال المكونات اللي كترفع المستوى ديال المناعة ولقينا بأنه كذلك البرتقال كيرفع المستوى ديال المناعة بواحد الشكل لا يتصور خاصة أنه معزة هذه القضية هذه بتواجد ديال الفيتامين سي وحنا الفيتامين سي لها ما لها في يعني تفعيل العمل ديال دوك ربعه ديال الفرق اللي كاين عندنا في الجهاز المناعه وكل ما تفعلوا الفرق ديال الجهاز المناعه لا الفريق ديال الاستطلاع ولا الفريق ديال انتاج الاسلحه ولا الفريق ديال يعني الحروب ولا الفريق ديال اعاده الترميم الامور التي تم تدميرها في الجسم ديال الانسان لما كتعاود البناء ديال هاد اربعه الفرق كتولي المناعه عند في الجسم ديال الانسان جد ممتازه ولما كذلك الجسم كيتخوى وكيولي نقي وكياكل الانسان الدهون النقيه بهذيك الدهون النقيه كيولي الجسم كيولي يستعمل
هادوك الدهون النقيه الكوليسترول النقي وكينتج منه لا فيتامين دي وكينتج منه الهرمونات الاخرى وكيحاول انه ينقي لي زونتوسيانين اللي كاينه فيها والمضادات الاكسده اللي كاينه كذلك في الليمون، كتحاول تنقي الجدار ديال الاوري ديال الشرايين. لما كيتنقاو الجدار ديال الشرايين ما كيبقاوش فيهم دوك اللي كيسموا لي بروتين غليكي اللي كينزلوا على الجدار ديال الشرايين وكيحاولوا بعض المرات يخلقوا لنا ظهور ديال واحد ترسبات ديال الكوليسترول الغير النافع. فلما كيكون هذاك الكوليسترول غير النافع متكي على الجدار كيحاول انه يرمي به الى الخارج، وكيرمي كذلك حتى البروتين غليكي اللي كاين في داخل الدوره الدمويه. فلما كيترمى البروتين غليكي ولما كيترمى كذلك الكوليسترول غير المحمود، فالدوره الدمويه كتولي قويه والدوره الدمويه كتولي نشطه، ووصول العناصر الغذائيه الى كل مكونات ديال الجسم كتولي يعني مضمونه، وانتاج الطاقه ديال الطاقه، الانسان كيولي طاقي وكيولي حيوي كيولي نشيط. ها حنا رفعنا المستوى ديال المناعه، ها حنا كذلك من لعبنا دور ديال اننا زدنا من الانتاج ديال الطاقه في الوقت اللي كيكون عندك الطاقه قويه والمناعه قويه، كيولي الانسان كيعيش الحياه ديالو سليم. اشنو بقى لنا؟ بقى لنا ندخلوا الاملاح المعدنيه والفيتامينات وكذلك لي باس بيريميديك، وهادو كلهم كذلك كاين في الليمون. فلما كتعطي الجسم ديالك الليمونه اللي كتكون بيولوجيه، الليمونه اللي كتكون ما مداوياش، فكانما اعطيتي للذات ديالك ما يسمى ب صيدليه كامله، وهاد الصيدليه كتعزى كذلك التصفيه ديال الكلى. فالكلاوي كذلك لما كياخذ الانسان الليمون فبدك الاحماض لي زاسيد فيبل كيتم التصفيه ديال الكلى، ولما كيتصفاو الكلى كيتصفاو خاصه دوك القنوات ديال التصفيه او الوحدات ديال التصفيه، وبالتالي كيكون هناك تصفيه ديال الدم ممتازه. ولما كيتصفى الدم بطريقه ممتازه كتولي كذلك كترفع عاوتاني بواحد النسبه اخرى للنشاط والحيويه ديال الانسان. فاحنا المطلوب هو ان الجسم ديالنا يكون نقي، المحيط ديال الخليه يكون نقي، واذا كان المحيط ديال الخليه نقي غتكون النسيج نقي، واذا كان النسيج نقي غيكون العضو نقي، واذا كان العضوي نقي غيكون الجسم نقي، واذا كان الجسم نقي يستحيل ان يصاب الانسان بالامراض. وإلا كان هاد العناصر كلها ملوثة يستحيل أن الإنسان يبقى يتمتع بالصحة. فالإنسان يختار، ها هو الليمون بين يدينا، احنا عطينا وسيلة من الوسائل ديال أننا نحميو الذات ديالنا بطرق بسيطة جدا وطرق طبيعية جدا، فقط أن يكون هاد الليمون طبيعي، وإلا كان طبيعي كون بإذن الله أن الصحة ديال الإنسان ترجع إلى مستواها العادي. لكم مني أفضل التحيات، الدكتور محمد أحسين.